حياكم الله مشاهدينا من جديد. قالوها في يوم من الأيام، من رحم المعاناة يولد الأمل، ومن قلب المأساة يولد الفرج. هذا الشيء اللي أثبتته سيدة الأعمال السعودية الأستاذة ليلى القطان. رح نتعرف على تفاصيل نجاحها وعملها أيضا اليوم من خلال هذه الفقرة. يسعد مساك أستاذة ليلى. أهلا وسهلا. أستاذة ليلى، في البداية حابين تعرفين عن نفسك وكيف بداية مشوارك ومجالك. أحب أعرفكم عن نفسي. أنا ميك اب أرتست، دخلت المجال من نعومة أظافري، يعني شوي دخلت المجال وأنا حابتها. دخلت دخلة بسيطة يعني. كنتي هاوية في البداية؟ أيوة، بالنسبة لطلعي للعمل كهاوية. بعدين تطورت في المجال ويعني صار طموحي أكبر من أنه يكون هواية. صرت أطور من نفسي وأعمل سيرتش للمعلومات من هالناحية وأطور ذاتي نفسي. طيب أستاذة ليلى، قلتي لي قبل الهواء أن حضرتك متزوجة، يعني كيف كان الزواج؟ يعني هل الزواج كان داعم لك في عملك وكسيدة أعمال سعودية؟ أكيد الزواج شوي حل من قيدي شوي، يعني تعرفين الأهل وخوفهم على البنت وخوفهم أنها تطلع المجال العمل شوي قيدني في الموضوع. لما تزوجت صار الموضوع أسهل لأن كان زوجي متفهم وساعدني كثير في هالمجال وشال عبء من على كاهلي شوي. ممتاز. طيب يعني زوجك تقبل عملك في مجال التزيين أو التجميل، ما كان في صعوبة نوعا ما في تنظيم الوقت أو شيء شوي كمسؤولية؟ كان في صعوبة في البداية أكيد، يعني صعوبة بالغة، يعني شوي أني أطلع للبرة بيتي وفترات طويلة، هالشي يعني أرهق شوي أعصابي في البداية، لكن شوي شوي تخطينا المراحل هذه وصار الشيء تعاون بيني وبين زوجي، وهم الوالدة لها سهم كبير في الموضوع، يعني من ناحية الأطفال من ناحية التربية وساعدتني كثير. دائما الأهل يدعمون بشكل كبير والزوج. طيب يعني أستاذة ليلى، حابة أعرف يعني كيف قدرتي تكونين قاعدة بيانات للعميلات وقدرتي تكسبين ثقتهم، خاصة في مجال التزيين أن في كثير من المنافسة؟ هو في منافسة أكيد كبيرة، يعني لما تدخلين مجالنا شوي واسع. صحيح. وهم المنافسين كثير كثير. بس شلون تخطيت هالمراحل؟ لما تثبتين وجودك في داخل ساحة العمل وشغلش يثبت وجوده، ما راح تخشين أي منافس أو أي شيء قدامك، يعني راح تثبتين وجودك بجدارة. طب منافسين يدعمون الشخص أوقات أو يدعمون، يعني لو دخلتي في نفس مجالهم وكان لك أكيد طبعا منافسين، ممكن يدعمون نوعا ما الشخص؟ لا، ما أتوقع أن بيدعمونا أكيد، يعني الدعم يعني ما راح يكون بشكل إيجابي. كل واحد وله، يعني مثل ما تقولين شوي كله طريقته في الطرح وطريقته في عرض شغله، فهالشيء هو اللي يساعد مش المنافس. طيب اكيد. حابه بعد اسالك استاذة ليلى، السوشيال ميديا كيف كان دوره يعني معك وفي بداياتك؟ السوشيال ميديا سهل التواصل بينك وبين المتلقي، بينك وبين العميل، يعني سهل شوي، قرب لك المسافات بدال ما يكون الشيء جهد ذاتي. صار لا، في مساهمين، ان الناس قاعده تنشر، هم الاقارب، الكل قاعد يساهم في هالشيء.
ممتاز، يعني دائما ما يكون الجهد جماعي نوعا ما أي يدعم أكيد. الشخص بشكل كبير. طيب أستاذة ليلى، يعني دخلتي مجال التزيين تقريبا قبل الهوى قلتي لي ما شاء الله لك 14 سنة، ممكن تغيرين في يوم من الأيام هذا المجال؟ لا طبعا مستحيل، يعني أنا مجالي مستحيل أغيره لأن هالشيء ربى فيني. ما تفكري تدخلين مجال ثاني أو تطورين نفس المجال هذا نفسه، ممكن تطورينه أو أكيد تغيرين فيه؟ لا، التطوير أكيد شيء وارد، يعني إنك تدخلين عليه شيء تقنيات جديدة، شيء إضافة يضيف لك أنت، أكيد راح أدخل تقنيات جديدة. رائع، يعني في تقنيات إن شاء الله بإذن الله ناوية تدخلينها إن في شاء مجال الله. التجميل. طيب في مجال التجميل دائما يعني أي ميك أب أرتست تعطي دورات في مجالها، أعطيتي دورات في مجالك أستاذة ليلى؟ أعطيت دورات بس بشكل شوي مبسط، أما التعمق في الدورات شوية يستهلك وقت وجهد، يبقى له جهد إضافي، ففي الوقت الحالي أنا يعني شوي مقلة في هالموضوع بسبب جهدي وأنه في أعباء ثانية علي. طيب ممكن في يوم من الأيام تقولين أنا اكتفيت خلاص من مجال التزيين؟ لا لا، لأنه بحر مهما أخذتي منه راح ما تشبعين منه، فما الاكتفاء لا، الاكتفاء لا، متى ما وصلتي الاكتفاء تبي انتهيتي. صحيح، متى ما وصلت الاكتفاء يعني ممكن الشخص ينتهي. ينتهي. طيب يعني كسيدة أعمال سعودية كيف تشوفين ما شاء الله بناتنا الحين وسيدات الأعمال السعوديات في اللي قاعدين يبدعون في المجالات المختلفة، كيف قاعدة تشوفين واقعهم هنا؟ أكيد واقع ممتاز، يعني في تطور جذري، يعني كان في السابق لما تطلع البنت السعودية بالذات مجال العمل وكميك اب ارتست شوي فيها انتقاص، فيها شوي عيب لما البنت تطلع. الحين لا، الكل والأهل هم اللي يشجعون الحين صحيح، أن اطلعي شوفي هواياتك ابدعي غير أكيد. دايم يعني مثل ما قلنا ان الاهل دايم يدعمون الشخص بشكل كبير، وما شاء الله بنات مبدعات كثير بنات السعوديه. طيب استاذه ليلى، حول يعني موضوع التحديات والعوائق اللي ممكن تواجه اي امراه في بدايه مجالها، ايش العوائق اللي واجهتك؟ العوائق بالنسبه للعمل هو لو ما يكون وياك سند ما راح تطلعين، يعني شوية صعب خروج المرأة من بيتها، صعب انها تترك وراها مسؤوليات وراها أعباء وترجعين هم بأعباء عمل، فهالشيء صعب جدا، لكن الإصرار يولد العزيمة هو يعني والإقدام يخلي على الواحد الشيء. يتغلب على التحديات والعوائق اللي ممكن تواجهه. أكيد. طيب أستاذة ليلى، يعني كمالكة لأحد صالونات التجميل في الشرقية، أوقات يعني عندكم مشاكل تجي من قبل الجهات، بعض الجهات الحكومية أو شيء، كيف قدرت تتغلبين على هذه المشاكل؟ هي من ناحية الجهات الحكومية شوي فيها صعوبة من ناحية القوانين المستحدثة البلديات والأشياء والأشياء هذه، لكن شوي نوعا ما لازم في مرونة بين شيء وبين الجهات الحكومية، يعني صحيح. وشوي إن شاء الله شوي نتخطاها يعني بإذن الله إن شاء الله. طب أستاذة ليلى في النهاية يعني حابة أسألك إيش طموحك المستقبلي بإذن الله؟ ليلى القطان إيش طموحها؟ طموحي إني أوصل المستوى أبعد مما أنا عليه. كيف مستوى الأبعد هذا؟ ناوية تخترقين لك يعني أو تصنعين براند لك باسمك ممكن نقول؟ إن شاء الله ليش لا، بس لما أحقق الخطوة اللي قبل هالبراند، يعني في خطوة قبل إن شاء الله أني أحققها. إيش هي الخطوة هذه إن شاء الله بإذن الله؟ أني أكون شيء مستقل وشيء جدير بالمملكة بإذن الله. نتمنى لك يعني مزيد من التوفيق والنجاح أستاذة ليلى القطان، نورتينا في سيدتي. الله يسلمك. مشاهدينا فقرات سيدتي لا زالت مستمرة، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
لسيدتي بعد الفاصل. جماليات تصميم بطاقات الدعوة، أفكار غريبة ومبتكرة.